السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة سهلة جدا وبسيطة اسمها سلايد اي اي، بتسطبها جوه جوجل سلايد وتقول له بس ايه، انا عايز اتكلم عن موضوع اكس مثلا. ودي فعلا كان عندي محاضرة معينة كده في مؤتمر، وكنت ساعتها مسافر مصر وبتاع وما كانش في وقت، والموضوع كان ما كنتش عملت محاضرة فيه قبل كده، فدخلت كتبت له الموضوع راح عامل لي شرايح. لكن بعد ما خلص الشرايح ما عملتش العرض التقديم على طول، لا بدأت اراجع وبدأت احذف وبدأت ان انا اشتغل عليها. تمام، فهو البرنامج جميل، ميزته ان هو بيدعم 110 لغة منهم اللغة العربية، تقدر ان انت تسطب بسهولة جدا. الفيديو هوت هاي كل اللي عليك بس ان انت تسطبه وتستمتع بيه. تمام، الأداة اهي سلايد، انا مستطبع عندي على فكرة، بتقول له جنريت سلايد وتكتب له الموضوع اللي انت عايزه وتلاقي عمل لك الشرايح. النسخة التجريبية تقريبا 10 شرايح، انت ممكن تعملها اكتر من مرة لحد ما توصل اللي انت عايزه. ماشي، هنا بيعمل الموضوع عن العربيات، السيارات اللي بتشتغل بالكهرباء، فهو عملها له وحط له الصور وكل حاجة، والصور بيبقى هو اللي مكريتها، مش مدور على النت، ملهاش حقوق طبع، فده بيوفر لك وقت كتير جدا. لكن في الحقيقة أنا كنت الحاجات اللي أنا عايزها كانت متخصصة شوية، فبدلت صور كتير، جبت أنا صور تانية عملتها. تمام، هو تقدر تقترح عليه صور تانية وتقدر انت تعمل ريبليس، فبيوفر لك وقت كتير جدا. يعني ان انت مثلا تبدا عرض تقديم باوربوينت وتبدا تعمل كل شويه شرايح صدقني لما تجرب ده في مره هتلاقي نفسك لغيت الفكره وبدات تعتمد عليه اعتماد تام، لان هو بيوفر لك وقت كتير قوي.